أعزائي متتبعي موقع أحداث أنفو، السلام عليكم. في زمن الرداءة الموسيقية لم نعد نلوي على شيء، لا أداء ولا كلمة شاعرية ولا جملة موسيقية صحيحة. افتقدنا إلى الرقي بالمعنى الكلمة. في بعض الأحيان يطلع علينا بعض الرواد ببعض المنتوجات من قوة صغيرة جدا، سرعان ما تختبئ هذه القوة ونسيه ونعيش تيهان كبيرا. لكن هذه القوة سنحاول إعادة فتحها من جديد من خلال سيدة نكن لها الاحترام الكبير، ونحن شرفاء باستدعائها داخل مقر الأحداث المغربية ومواقع أحداث أنفو لتعيد لنا بعض شيئا من الجمل الزمن الجميل. وسنحاول كذلك إعادة شريط أو صور الموسيقار الكبير محمد الموجي. إنها السيدة غنوة بنت الموجي، أستاذة المعهد العالي، أستاذة الدكتور سولفيج غربي، وقد حضرت رسالة الماجستير عن والدها رحمة الله تعالى عليه. ونحن نستقبلها بالمقر، نتلمس طيف الموسيقار الكبير محمود الموجي، ونتلمس كذلك أحاسيسه، فهي جزء من أحاسيس هذا العبقري الملحين. نستحضر رسالة من تحت الماء، قارئ الفنجان، بعض الأغاني. احسبوا معي 500 عمل موسيقي، 500 عمل، هذا ليس بالشيء السهل، فإنه 500 عمل وهو راضي على هذه الأعمال كلها. لهذا سنفتح هذا الشريط مع سيدة غنوة، ومرحبا بك في موقع أحداث أنفو. مرحبا بكم، أنا سعيدة بوجودي معكم النهاردة. نعم، سنحاول هذه الدرسة في شقين، الشق الإنساني ثم ننتقل للشق الموسيقي والتقني. ماذا يمثل لك اسم محمد الموجي؟ من الناحية الإنسانية بيمثل لي طبعا حياتي كلها، يعني هو كان أب حنين، وكان عنده ذكاء في التعامل معنا كأبناء، إحنا عددنا ستة، وكان لنا كل واحد فينا شخصية مستقلة، فهو كان بيعرف يتعامل معنا كأبناء بشخصياتنا المختلفة. من الناحية الفنية طبعا أنا فتحت عيني في الدنيا من ولادتي على إن في فنان كبير عايش معايا في البيت، هو بابا، وكل أعماله ناجحة وليها جماهيرية عريضة، ولقيت مطربين كتير من اللي اكتشفهم ومن المشاهير موجودين في البيت عندنا، وشكلوا بقى الوجدان بتاعنا الموسيقي منذ الصغر. وحبيت طبعا الموسيقى من خلال الكلام، يعني اللي أنا شفته من خلال وجودي في الجو العام الفني، ومن خلال كده طبعا من وانا عندي 7 سنين لقيت نفسي بعزف بيانو من غير تعليم، من غير دراسة. وكبرت لقيت ان انا مش عارفة ادرس شيء اخر الا الموسيقى، وكان بابا كتير يصطحبني معاه في التسجيلات في الاستوديو، فكنت بشوف جو ما اقدرش اخرج عنه. فدرست وتخرجت من كلية التربية الموسيقية، وتعينت معيدة في معهد العالي للموسيقى العربية، وما فكرت أعمل دراسة ماجستير عشان أكمل الدراسة بتاعتي، فما لقيتش قدامي غير بابا أكتر واحد ممكن أتكلم عنه، لأنه تاريخه غزير بأعمال كتيرة مشهورة وليها ثقل، وأثرت في ليها يعني وقفة تاريخية في التاريخ الأغنية المصرية والعالم العربي. فطبعا عملت عنه رسالة ماجستير وجزء من الدكتوراه، حتى أبحاث الترقية بعد كده برضو اتخذته، فكان مشكل لي دراستي ومشكل لي حياتي منذ الطفولة إلى الآن. نعم، أنت التي عايشتي محمد الموجي منذ الصغر، وكنت آخر العنقود، وكنت المدللة داخل البيت، آخر الأبناء. نعم، أخيرا. وهو كان كلنا بيدلعنا كلنا، بس أنا كان ليا دلع خاص أكتر شوية،
بزاف على رأيكم. نعم بحاول أتكلم مغربي على قد ما أقدر يعني، أنا بحاول أن أنا إيه أقول أتماشى معاكم في الكلام يعني. فما كانش بي يعني مسيطر أو له رأي مثلا مخالف عننا يعني، ما كانش بيضغط علينا أو بيوجهنا من غير ما يعني مش بقوة يعني، مخلي كل واحد يعمل اللي هو عايزه بحنية الأب وفي نفس الوقت بالنصيحة يعني. كان أب مفيش زيه الحقيقة. هل تحملتم ضريبة الشهرة كشخص شخصية عمومية داخل المدرسة داخل البيت داخل أكيد. الشارع؟ أكيد. أثناء دراستي في المدرسة كانت لي مدرسة بتدرس لي مادة العلوم، وكانت تتعمد تحط لي درجات ضعيفة، ولما تكررت الحكاية دي بقى قالت مطلوب استدعاء ولي الأمر علشان تشوف بابا بس مش عشان. حصلت تقريبا الحكاية دي مع كذا مدرس، وجي فعلا المدرسة وكل صحباتي اتلموا عليه، الزملاء اتلموا عليه، واللي تغني واللي تقول له شعر يعني كان لا ده غير بقى لما كنت امشي معاه مثلا في اي مكان عام الاقي الناس كلها واقفه تسلم عليه، فكان ده شيء بيسعدني يعني، حب الناس اللي قدامي كان بيسعدني جدا يعني. شخصيه الموجي كشخصيه موسيقيه فنيه مرموقه كان يعيش في اغلب الاوقات فترات تيه والبحث عن جمل موسيقيه، وكان يتيه في عوالم وردية أخرى. كيف كنتم تتجاوبون مع هذا الانصهار الوالد مع العالم؟ والحقيقة والدتي كان لها دور كبير جدا في أن هي تخلق الجو العام للإبداع. كانت طبعا هي زوجة وقريبته بنت عمه وبنت خالته، فكان في عشرة من الطفولة، فعارفة الفنان محتاج جو شكله ايه او يعني الجو العام يكون عام عشان يقدر يبدع، فكانت بتبعدنا عنه وعن المشاكل، ما كانتش بتقول له اي مشاكل، فكان طريقته بقى ما كان بيجي له مثلا كلمات او شعر من اي شاعر كان بيحب يكتب الكلمات بخط ايده، رغم ان الشاعر خطه حلو جدا لكن له هدف من الكتابه بخط ايده، لانه بيعيش في الكلمه بيقطعها عروض شعري وهو بيكتبها، فكده بيجيله الإلهام في الجمل اللي قدامه، فبيجيله الموسيقى اللي تمشي مع الكلمات. وفي حاجة كمان عائلية كانت بتحصل، لما كان يخلص أو ينتهي من أي لحن قبل ما يعطيه للمطرب نسمعه إحنا الأول. إحنا كنا بالنسبة له نسمع اللحن الأول، فبابا له صوت حلو، صوت حلو قوي يعني، بنحب نسمع منه الألحان، نيجي نسمعها من المطرب بعد كده ما نحسهاش قوي، فطلبنا منه ما تسمعناش الأول منك عشان نقدر نسمعها من المطرب عشان ما نظلمهوش. هو كان طبعا بيشتغل مهندس زراعي في بلد اسمها بيلا، محافظة كفر الشيخ في إحدى القرى في مصر، مسقط رأسه يعني. وكانت الموهبة عنده منذ الطفولة، من وهو عنده 6 سنوات، علشان عمي ووالده كانوا بيسمعوا الموسيقى وكانوا عندهم عود وكمانجا الآلات الموسيقية والجراموفون، فتربى على جو فيه موسيقى ففضل طول عمره بقى يغني على العود في وسط أصدقائه. ففي أحد الأصدقاء قال له روح القاهرة وتقدم إلى لجنة الإذاعة وكمطرب عشان صوته كان حلو، فطبعا في لجنة الموسيقى سمعوه فلقيوا إن هو صوته يبقى ضعيف جنب الأصوات الأخرى. كان في كارم محمود، محمد أنديل، كان في عبد الغني السيد، كانوا ناس صوتهم قوي جدا، فقالوا انت صوتك ما لا يصلح كمطرب. تقدم للمره الثانيه وكان محضر لحن من الحانه، فقالوا له انت لا انت ملحن كويس جدا، انت ممكن كملحن نجيزك، وانما كمطرب لا خليها دي لوقتها بعدين. فمره فبدا مشواره
عرف شاعر اسمه سمير محبوب اللي هو ألف سفينة مرة، واللي قبل منها كتب رسائل بن شطين، يا حلو يا اسمر، ويا موعدني بكرة، وبتقول لي بكرة وظالم، يعني مجموعة أغاني قبل سفينة مرة. ماشيين في شارع إحدى الشوارع في القاهرة، سمع صوت في الإذاعة، فوقف لفت نظره الصوت، وقف جنب الراديو. المذيع قال استمعنا إلى صوت عبد الحليم حافظ في قصيدة لقاء لحن كمال الطويل. يعني هو لحن، يعني كمال الطويل هو اللي اكتشف عبد الحليم الأول. فعلا توجه للإذاعة تاني يوم وقال أنا محتاج الصوت ده، أنا حسيت أنه هو صوتي أنا وبيعبر عن أحاسيسي كلها، فأنا عايز. فكان رئيس الإذاعة وقتها اسمه حافظ عبد الوهاب، وقال له أنا لولا أن أنا عارف أنك أنت ومحمد حسن الشجاعي، قال له لولا أن أنا عارف أن أنت ملحن كويس ما كنتش ضحيت وقدت لك صوت من أصوات الإذاعة اللي موجودة عندنا. وبدأ المشوار مع عبد الحليم إلى نهاية طبعا أول لقاء هي أم كلثوم سمعت عن محمد الموجي، بدأ سمعت عبد الحليم طبعا، سمعت فايزة أحمد فنان بيليك ميال، فهي عندها حس فني عالي وعرفت مين الملحن اللي هو يبقى كويس في الوقت ده، فقالت أنا عايزة محمد الموجي، طلبته بالاسم. فبعتوا له، قالوا له كان الحفناوي راح له وقال له الست عايزاك، الست أم كلثوم عايزاك. قال لي أنا، هل أنا عملت حاجة؟ لأن هي كانت ساعتها نقيبة الموسيقيين، فافتكر ان هو ممكن يكون عمل مخالفة فنية في اي مجال في اي حاجة. قال ده اكيد طلباني عشان انا اكيد عملت حاجة يعني. فراح طبعا وهو بيرتجف، فقال في ايه؟ قلت له اقعد كده على طول، اقعد خد. وكان موجود ساعتها الشاعر احمد رامي مألف قصيدة اسمها اليوم قد تم الجلاء. قالت له لحن القصيدة دي. قال أنا لحنها إزاي؟ وكان خايف جدا. قالت له لحنها بلاش غلبة، يلا يعني أنت ملحن كويس. وفعلا عمل، دي كانت أول حاجة يعملها الأم كلثوم. توالت اللقاءات بقى في حاجات تانية، بالسلام احنا بدينا بالسلام، محلك يا مصري من تعدى، في أغاني رابعة العدوية، حانة الأقدار وانكر الضفوف. بدأت بقى الوصلات الحفلات، فبدأ معها بالصبر حدود. هو طبعا قبلها كان الاغاني دي بالنسبه له كانت حاجات الى حد ما صغيره، يعني مش واصله غنائيه طويله، فكان بالنسبه له شيء يعني سهل شويه، مع انه كان صعب. ولكن وبدا يحس بالخوف اكتر، حفله وهتبقى على الهوا من الحفلات الشهريه، الصبر حدود، طب ابتدي ازاي، طب اعمل ايه، طب هي كانت بتتعامل مع رياض السنباطي، الاصابجي، زكريا احمد، هو كان رابع ملحن بعد دول او اول ملحن شاب تتعامل معاه ام كلثوم، كان محمد الموجي. فطبعا هو كان هايب جدا الموقف، وطبعا في عقد وفي مده زمنيه ان في التاريخ الفلاني تكون انتهيت من اللحن. طول قوي وكان خايف مش عارف يبتدي ازاي، كل ما تقول له خلصت يقول لها لسه خلصت لسه. وبتلاقيه بقى في نفس الوقت بيلحن لشادية والصباح والعبد الحليم، ومش عارف يبتدي في اللحن بتاعها من الخوف. فرفعت عليه قضية عشان التزام بعقد. راح للقاضي وقال له انت يعني احكم عليا. القاضي قال له حكمنا عليك بالتلحين. قال له افتح راسي وخد اللحن. القاضي طبعا ضحك قوي وقال له حاولوا تحلوا الموضوع انتوا. راح لها الفيلا عندها في البيت، نازله على السلم بتضحك قوي قوي قوي، قال لها بتشتكيني في المحكمه؟ قالت له ما هو للصبر حدود يا محمد. جميل. هو شخصيه السنباطي وزكريا احمد كانت طاغيه على الكوبليه الاولاني والثاني، الثالث الموجي. قالت له لا ولازم تغيره، لازم تغير. قال لها لا مش هغير. وحصل خلاف وكان مش هيكمل اللحن، وكان خلاف كان كبير يعني. فقال لها لا مش هغير وهيفضل الكوبليه زي ما هو مش هغيره. جت غنيته في الحفله، الكوبليه الوحيد اللي الجمهور طلب اعادته كذا مره، فهي قالت له شفت الكوبليه الاخير حلو ازاي يا محمد؟
عبد الحليم كان بالنسبة لنا مش مجرد مطرب، كان أب وأخ كبير لينا، لدرجة إن هو كان بيتدخل في إحنا عاملين إيه في الدراسة، والسنة دي جبتوا درجات إيه، ولو حد فينا جاب درجة مش حلوة بيتعاقب. وبابا كان بيعتبره إن هو فعلا واحد من العيلة، وكان بيسيبه يتصرف معانا عادي جدا يعني. ففي مرة من المرات لقينا كلنا درجاتنا في السنة دي ضعيفة جدا، فقال لأ ما ينفعنيش الكلام ده، وكلم أنغام أختي قال لها بصي أنغام الصيف ده مفيش مصيف مفيش خروج، وهتخشوا الجامعة الأمريكية تدرسوا لغات. وقالت له لأ أنت ما تقوليش، أنا هقول لبابا، هي كانت طفلة بقى مش، فقال لبابا، قالت لبابا، قال لها لأ مدام عبد الحليم قال كده اسمع الكلام، لأنه هو بيعتبر واحد مننا. ففضلت العلاقة دي لحد الآن على فكرة. زينب بنت عليا، الحاجة عليا أخت عبد الحليم، على علاقة بيها طيبة جدا وأصدقاء، وبنتزاور وبنتكلم مع بعض. وكان على طول في الفترة اللي بابا كان موجود فيها نروح له كل أسبوع، نقضي معاه ويك إند، نقضي اليوم معاه، وعلاقة عائلية جدا جدا يعني. جه قرب الوفاة طبعا كان بالنسبة لنا صدمة كبيرة قوي، وطبعا هو كان في لندن وما ماتش، ما توفاش في القاهرة يعني، توفى في لندن، فتلقينا الخبر بشكل مؤسف جدا، فكانت صدمة لينا. بس عزقنا ان هو موجود بأعماله يعني وبأغانيه، ده عزقنا في الموضوع يعني. نعم.